عرضوا عليك مهمة لتكمل الطريق كله، فينا نساوي منك بطل حقيقي. ومين انتو؟ مجموعة بتحب بلدها. امشي. شو القصة رنا؟ فوتي. لا تخافي مليكة، هالخاين مفكر يلعب معنا. لا تحكي رنا، بس لفجر راسك بتشوف اللعب على أصوله. يا خاين شو صار؟ يلي كانوا يدعموك داروا لك ظهرهم ما هيك؟ زدتوك مثل ما بزدتوا أي شغلة؟ هالشي بسبب خطيبة فرهود، هداك الحقير خاني. شو عم بيصير؟ انت مرة ولا رجال؟ شو مفكر خيري؟ الحجر يلي ما بيعجبك بفجك. لا تتحركوا ولا بقتلكم. بقتلكم وما بسأل بنوب، وخاصة انتي لا تتحركي. عاملة بروسلي؟ شو رأيك حط رصاصة براسك؟ رقبتي. قربوا على بعض. يلا. مليكة شو سويتي؟ من وين تعلمتي هالشغلات؟ بتعرفي شوارع خطيرة بأميركا. لك اخرسي انت وياها وإلا بقتلكن هلأها والله. ايه منيح، بس شو دخلني؟ ها؟ ليش عم تحكي هالشي إلي؟ نحن الاثنين منعرف منيح انه يلي بخبرتك بيلفتوا انتباهك. بتعرف شو في بهذا الملف؟ مخالفات السيارة، المهمات الجديدة للأشخاص اللي عم تلحقن. إذا بدك فينا نعطيك كل المعلومات ومنأمن حمايتك كمان، وبعدين بتساوي يلي بدك ياه. شوف، طالما أنتو بتعرفوا هاد الشي ليش لسويه أنا؟ ليش أنتو ما بتسووه؟ ها؟ ليش أنا؟ لأنك بصراحة أنت الأفضل من بين كل يلي عرفتن لهلأ. شفت شو يلي قدرت تساويه لحالك؟ أنا بدبر أموري لحالي. الزلمة يلي رح تشوف صورته شخص محب لبلده بس رح ينقتل عن قريب، والتهمة رح تنزت على شخص متطرف دينيا. طيب روحوا منعوهم، خبروا الشرطة والادعاء العام. هالشغلات هي ما بتمشي بهالطرق، انت جوات الشغل والشغلة لك. هلأ انت لازم تساعدنا، بس اذا ما كنت مهتم بعرضنا فانت أدرى. أنا اكتافي، مفكر حالك رح تهرب بعملتك؟ شو هالوضع؟ من كم يوم هربت من الجبل وهلأ صرت رهينة هون؟ أوه، تعودنا على هالشغلات، بكرة بتتعودي. اسكتوا لحتى أعرف اشتغل. يلعنك حقير عديم الشرف. ايه؟ رنا، بتتذكري لما قفلتي علي الباب بغرفة التصوير؟ بسببك الكل صاروا يتمسخروا علي، وهلأ صار دوري أنا. رنا الوقحة، رنا البشعة. لك أبوها لهي، لو جاب لي الجواز والمصاري على الموعد ما كان صار هيك. بس هلأ منشوف. بس لأخدن، بس لأخدن، ما عاد أرجع على هالدولة. أساساً ما صفى لي شيء. هاي هاي، وين اختفيتوا لك؟ هاي مين هالزلمة؟ صباح الخير سيدي. صباح النور. صباح الخير سيدي. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير سيدي. اي والله صباح الخير. يعطيكم العافية. الله يعافيك. والله شغلتك غريبة كتير، ليش طلبتني من الصبح بكير؟
يلا تعال خلينا نفوت لجوا، انا بدي منك شغله. لنشوف شو بدك، الحقني يلا. يلا. صباح الخير سيدي. صباح النور. احترامي سيدي. دورة، شو ما بدك ساوي بس عرف لي مين هاد. انا بعرفه منيح لهالزلمة، شغلي مو مستاهلة. بالله؟ ومين هاد؟ هذا رئيس البلدية. طيب بتعرف عنه شي؟ انت جايبني من الصبح ونازل فيني اسئلة، لك شو بدك بهالزلمة؟ يلا خبرني كل شي عنه. يلا، هالشغلة كتير مهمة. زلمة منيح، ناجح بشغله ومحبوب من الناس يلي حواليه، ورح ينتخب مرة تانية بالانتخابات اللي جاي. لك ابني، أنا كان فيني جيب كل هالمعلومات عنه، أو نحنا كمان فينا نصير مثل جيمس بوند إذا بدك. شو؟ شوف، بمدينة هذا الزلمة كل الناس بيحترموه، المتدين ويلي مو متدين، الكل بيضحكوا بوشه. مثل ما قلت لك، زلمة صريح وعادل. وقبل ما يستلم البلدية ما كانت تخلص الفتن، والشرطة كانت تخاف تروح لهنيك. هلأ روح بنص الليل فيك تتمشى على راحتك، ريح الناس هنيك، عم يساعدهم كتير. يعني زلمة منيح، عم يخدم الناس، بس يشوف حدا محتاج بيساعده فورا. فتح مشاريع وأمن وظائف للناس. باختصار فيك تقول عنه عاشق لوطنه. وعنده أعداء يا ترى؟ متدينين، متطرفين أو منظمات إرهابية؟ زلمة مثل هاد ما بيكون عنده أعداء أبدا غير الشيطان. اسمعني، اجتك شي إخبارية؟ ولو ممدوح بيك، ما قلنا الحق وأنت موجود، أنت جيمس بوند تبعنا شو؟ سيدي. ممدوح سيدي. مين هذا الشاب اللي معك؟ لك قديش بيشبه غيث؟ هو بذاته. استغفر الله، يا أما ساعتي متأخرة أو أنا لساتني نايم لهلا. أنا بترجاك سيدي، عندي شغلة صغيرة لهيك إجيت. كتير منيح، خلينا نشوفك هيك دائما. تعرف إنه شغل كتير من الصبح لآخر الليل. يلا لشوف. يلا عود واحكي كل شي. تفضلوا سيدي. شكرا حكمان. صباح الخير سيدي. صباح الخير. صباح الخير سيدي. صباح النور. في ضيف كتير مهم جوا عم يستناك. مين هالضيف عاصم بيك؟ سيدي اجا من قبل، انتو اكيد بتعرفوا. هديك القصة، ما لنا شغل مع هدول الناس، يا ريت خبرته يروح من هون. انت كمان؟ جبت لكم تحيات السيد. ما بدي تحياته بالمرة. قال خليه يفكر مرة تانية، وخاصة انه ما بده شي منكم منوب مقابل الكرم تبعه. لك كم مرة بدي قلك أنا ماني للبيع والشعب مو للبيع. إذا كان بحب الخير كتير خليه يبني مدرسة أو يساوي مشفى، بس باسمه ولا يقرب مني. ليش بقى سيدي؟ هذا المبلغ كتير كبير، خلينا ناخده. بعدين ديون البلدية معروفة، لهيك تبرعوا بهالمبلغ. بتعرفوا الانتخابات قربت، وأكيد رح تحتاج منشان الحملة تبعك. بعدين ما بدهم شي بالمقابل. الحمد لله ما لنا بحاجة مصاري منشان حملة الانتخابات، بس رح تتحرك كثير الأموال بهالمنطقة، وأنتوا بدكم تضربوا ضربتكم، يعني بدكم تشتروا الوضع. إذا سمع السيد المحترم الحكي رح يتضايق كثير. اسمعني منيح، يلي بيضايق سيدك المحترم هو سعادة هالشعب. أنا بعرف شو همكم الأساسي منيح، المواطن هون سعيد ومرتاح، هالشي بيضايقكم. يلا خد شنطتك ومصاريك وروح من هون، ولا تجي مرة تانية، بكفي بقى، ما بتملوا؟ أساساً هاي جيتي الأخيرة، والسيد المحترم رأيه هيك. إذا أنا أجيت مرة تانية لهون، ما
فبأكد لك ما رح تكون أنت على هالكرسي. أنا إذنكم يلا نقلع من هون، عم يهددني قليل الحياة. سويتي اللي طلبته منك فيفي؟ أي سيدي، التحضيرات جاهزة، عم نستنى أمر منكم بعدين رح نتحرك. سيدي هذا رئيس البلدية رفض طلبنا مرة تانية، قال هي آخر مرة بتجي لهون، تصرف بوقاحة. تمام همام، انت ساويت الشيء المطلوب منك، طالما قال خليها الأخيرة معناها خليها هي آخرته. مشي الحال فيفي، شغل شغلك. رئيس البلدية رح يفتتح المدرسة اليوم، بتشوفي شغلك هنيك. بأمركم سيدي. وانت بتعرف شغلك منيح خلدون، خلينا نقول انه المتدينين اللي سوا، بس خلي القاتل يفوت على شي جامع ويقول شي للناس، وخليه يحكي انه رئيس البلدية كافر وزنديق لحتى ما يطلع شي مشكلة بتصديق الشغلة. بالنسبة للانتخابات اللي قدامنا هذا هو افضل حل لهالزلمة. عندي خطط تانية بس انه هالشغلة منحكي. انتو لا تقلقوا سيدي، انا عندي اقتراح بهالخصوص. يا ترى منطالع جنازة رئيس البلدية بنص الاخبار لحتى نقول عنه انه هو شهيد الديمقراطية؟ بيكون حلو. وبعدين منكتب بالمقالات كل الناس اجت على العزاء تبعه، بعدين الشخص يلي بده يرشي حاله للانتخابات بيكون ربح الانتخابات بدون اي تعب. الشخص يلي بدنا اياه معروف، عاصم مساعد رئيس البلدية رح يصير الرئيس، هديك البلدية رح ترجع لنا مرة تانية. قال الاوضاع منيحة وكل الامور هادية هنيك، إذا ما سحبنا إبرة القنبلة وزتيناها على هالدولة فرح تتقدم الديمقراطية كتير، وهذا الشيء رح ياخد الدولة منا وبعدين يعطيها للرعاة المتخلفين. يا فيفي، الرعاة لازم يضلوا بالمراعي سيدي، إذا بتأذنوا لنا خلونا نطلع. إذنكن معكن. تفضلي. شكرا لك. شو بدي ساوي يا ترى؟ بروح وبقابل رئيس البلدية؟ غيس؟ خير؟ مانك على بعضك؟ انت متضايق من شي؟ لا لا، تعال نشرب كاسة شاي نتشارك الهموم. عن أي هم بحكي لك سيدي؟ أنا ما بدي انزع مزاجك من الصبح، مع إن إذنك عندي شغلة بقضية وبرجع لهم بعد ساعة. استغفر الله، متضايق من شي؟ منشوف رح تطلع ريحته. لك خلصنا اسكتي بقى، لك لزقت لك تمك ولساتك عم تحاولي تحكي. لك منيح اللي مات محمود وخلص منك. شو هاد؟ هل حليب مزوع؟ رح أعمل تليفون، أنت راقبي. رجاء اسمعيني منيح، في زلمة أخذنا رهائن. اهدي يا خانم. أنا هادية، لازم تسمعيني هلأ، ما في معنا وقت. اتصلوا بمدير مكتب الدعم أو اتصلوا بالضابط غيس، بيت رنا توبال. فهمت عليك يا خانم. والزلمة اللي أخذنا رهينة خيري، لك استعجلوا استعجلوا. لا تقلق قلوب يا خانم، رح خبرهم فورا.
شو عم تساووا؟ كان ما فيني اترككم دقيقة لحالكم؟ شلون شلتي اللزق؟ اسمعيني ولي، انتي مثل البلوي على راسي. يلا خلاص خلاص، لك الواحد ما بيتحملكم حتى وانتم مربطين. بطني. تفضل. صباح الخير. صباح الخير. رئيس البلدية هون؟ والله طلع قبل شوي، عنده افتتاح مدرسة، فيني ساعدك؟ أنا الضابط غيث قندوز قلب، كنت بدي أسأله شي سؤالين. تفضل، هذا مساعده السيد عاصم، فيك تحكي معه. لو سمحت يا أستاذ. نعم. بدي أسألك سؤالين. عاصم بيك، السيد هون ضابط بده يقابل رئيس البلدية. تفضل، بشو بقدر ساعدك؟ شو القصة؟ بدي أسأل حضرته كم سؤال. مثلا يا ترى اجته تهديدات بالفترة الأخيرة؟ عن أي تهديد عم تحكي؟ من وين هالشغلات هاي؟ أنا سألتك سؤال طبيعي، ليش عصبت هيك؟ لأنه في هدوء بكل هالمنطقة، لو سمحتوا لا تعملوا بلبلة وتوتروا الوضع. وهلأ لو سمحت عن إذنك لازم روح على الافتتاح. وين هالافتتاح؟ شارعين لتحت. شكرا. العفو. سيدي، هداك اليهودي نفد منا بأعجوبة. ألف الحمد لله، بس لازم نكون منتبهين، هدول كل ما بينحصروا بزاوية ولحتى يشيلوا الانتباه عن حالهم أكيد رح يحاولوا يسووا عملية كتير كبيرة، أنا متأكد. بس يا سيدي، كيف رح نقدر نحاربهم وكل واحد منهم عنده طريقة شكل؟ أنت لا تقلق، حكيت مع السيد المدير، بجوز ينضم لنا كم صديق. تعال سيدي، اجت هالبرقية إلك، قال مستعجلة. شو صار سيدي؟ في شي؟ خيري أخذ رنا ومليكة رهائن، يلا رح شو؟ نطلع. يلا. انتي وينو تليفونك؟ بشنطتك؟ هاتي نشوف، خلينا نتصل بأبوكي. وينك انت يا بنتي؟ وينك؟ ليش اختفيتي هيك؟ بابا اشتقت لك كتير، اشتقت لك لدرجة اذا شفتك بدي اخنقك فورا. عفوا، بدي اسألك سؤال بابا، انت ليش غلطت مع الحلو خيري؟ ليش حاولت تقتله للزلمة؟ اوه عيب عليك، شو هلأ اخدني رهينة؟ اي خيري، انت مانك مليكة، مين انت؟ شو نسيتني بسرعة؟ ما رح تتخلص مني بهالسهولة همام، رح تدفع تمن خيانتك لألي. شو سويت مليكة؟ هي منيحة؟ احكي مثل الناس ولا بقتلك. ألو بابا، لا تقلق علينا، نحن مناح. صدقيني إذا حاول يلمسك لحتى أقتله. لا يا صاير عم تعرف تقتل يا حشرة. اسمعني ولا، بتجهز المصاري وجواز السفر وبرجع بتصل فيك، وإلا رح أبعت لك بنتك بالشحن قطعة قطعة، فهمت؟
أنا محاصر بهالفترة، بدي شوية مصاري بسرعة. سمعت إنه في عملية بيع أسلحة للمنظمة مع التجار الروس. عرفت هالشي بمعرفتي. اسمع لقلك، شو رأيك إذا أنا فتت بالنص وأخذت عمولة عليها؟ في مبلغ منيح بهالشغلات. أنت انسى رشيد، هلأ ما رح يكون بيناتنا لفترة منيحة. ماشي، شوفك بعدين. فرهود بيك، فرهود بيك، بترجاك ساعدني. شو صار همام؟ شو هاد الشي اللي خلاك تتلبك مثل القطة يلي انحصرت بالزاوية؟ خيري خطف مليكة. خيري خطف مليكة؟ ايه، اذا سمعوا الناس بهالشي انا رح انتهي. خيري خطف بنتك مليكة. لك شوفوا هالفصعون شو ساوى. بترجاك ساعدني، بترجاك، بخاف يساوي لها شي واخسرها. بعدين ما بدي اخسر شخص مثلك يكون زوج بنتي. خلص لا تقلق، هداك الغبي ما بيساوي شي، خليك مرتاح. تفضلوا سيدي. تعال شوف. بابا شو رح يصير هون؟ رح نفتح مدرسة، بلكي تكون طالب فيها. مو مشكلة. فيها موسيقى؟ معقول ما فيها؟ ايه طبعا فيها كل شي، فيه الكمان والأكورديون، وفيها العود والجيتار، ودروس رأس شعبي. كل يوم في درس موسيقى على كل الآلات. يا ابني الحلو، بردت شي؟ ألو، رئيس البلدية؟ ايه أنا، نعم. عم اتصل باسم المقاومة الإسلامية الحرة. بالطريقة اللي أزيت فيها الإسلام نحن قاضيناك بالمحكمة الشرعية اللي أسسناها وحكمنا عليك بالإعدام. حبيب. أي محكمة يا أخي؟ مين هذا اللي قاضاني؟ رح نقتلك من شان الله تعالى يا كافر يا زنديق. لكن بين إنك واحد مجنون، أنت عم تسمع يلي عم تقوله؟ أنت بتعرف شو آخرة يلي بيتهم الإنسان بالكفر؟ شوف، أنا ما رح أترك شي للناس التافهين يلي مثلكن، وماني خايف منكن بنوب. خراس، رح تموت ككافر. حقير. شو صار حبيبي؟ في شي مشكلة؟ لا، ما في شي، واحد حابب يتسلى. يلا روح. برافو عليك، انت بتعرف تلعب. يلا روح الجامع بالأول، وبعدين روح نفذ القرار اللي طلعته محكمتك. رح تعطوني مصاري؟ تمام، بس انتبه ما تطلع ريحة يلي شربته وما تعرف تحكي بالجامع، والباقي سهل. بعد ما تخلص تعال على المكان، رح ننهي المطلوب. هالشي رح يخليك مشهور، ويلي فوق رح ينبسطوا منك. يلا خليني شوفك، بس اصحك تخجلني، كتير مدحت فيك. لا تقلقي، رح اقتل هداك أنا وعم بضحك وألعب. بلش الافتتاحيه مع مرته وابنه كمان. ابنه صغير كتير. اهلا وسهلا بك. خير سيدي، مالك على بعضك؟ واحد اتصل فيه وقال له شيء زعجه. لا، ما لازم تشغل بالك، هدول مجانين صغار، لا تهتم بهالشيء. اتفضل لنشوف شغلنا. يا ترى نتصل بالشرطه؟ ما بدها، ما في داعي للشرطه، اتركوا الشرطه هلا. اساسا بالزور اللي عملنا هالمنطقه امنه، هلا اذا اجت الشرطه راح يتخربط الوضع. بعدين شوفوا، اجى الاعلام، في قناة رح تنقل الافتتاح على الهواء مباشرة. اوه عن جد؟ حلو كتير، فرحتني. سمعتي حبيبتي؟ اجى التلفزيون، كانوا ما بيهتموا بهالشغلات بنوب، معناها رح يشوفونا. ايه رح يشوفوا. لك احلى واعرف شو قصة التليفون، بس ما تطلع شي مشكلة. يلا تفضل لنبلش. Thank you.
يا شباب. نعم سيدي. حاصروا البيت منيح. امرك سيدي. خليكم منتبهين. تعال هون. وانت خليك هون. انتوا ضلوا هون. انتوا اثنين رجعوا لورا. امرك سيدي. المدير نجيب. لك من وين عرفوا اني هون؟ ممدوح منفوت بهدوء. انتبه ماشي؟ حاضر سيدي. خبرته غيث؟ لا سيدي ما خبرته، بتصل بعدين بس لنعرف الوضع. هلأ راحت عليك يا خيري. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شو بدي ساوي؟ نفوت لجوا؟ راح نستنى لنتأكد من الوضع. وليه؟ انتو خبرتوهن؟ ها؟ كيف راح يتصلوا؟ ليكون هو ما مخبرون. إيه بس هو ما بيعرف العنوان. العمى شو عم بيصير؟ انتي تعالي معي. مليكة امشي. مليكة خرسي امشي قدامي. وليه خرسي؟ لا تقربوا سيدي. ممدوح انتبه منيح. لا تقربوا لهون، انا اصلا خايب والخايب بيساوي كل شيء. اقسم بالله اني فجلها راسها. ليك ولك خيري اترك رنا احسن لك. اهدى شوي خيري، اصحك تساوي جنان، فينا نتفاهم بالحكي. بتشكر كل يلي ساكنين بهالمنطقة، اهلا وسهلا فيكم كلكم بافتتاح هي المدرسة. منيح باينتوا الوضع كتير تمام. هذا المشروع المهم يلي عم نشتغل عليه من فترة منيحة أخيرا قدرنا نخليه لخدمتكم. صدقوني ما فيني أوصف فرحتي هلأ. هالمدرسة رح تكون فرصة كبيرة للشبابنا. هالبداية فيها خير رح يضيف طعم رائع إلنا وممتاز لاستقرار مدينتنا. حتى الحكي عن هالشي بيخلي الواحد يطير من فرح. أين عم دورة؟ دورة نحن قدام بيت رنا. خيري المجنون راهن البنات. هذا المكان رح يكون تحت تصرفكم ورح يكون مركز للتعليم والتدريب تحت خدمتكم، وإن شاء الله إيد بإيد رح نعيش أيامنا ونعمل مشاريع حلوة مع بعض. رح نسعى مع بعض مع الفنانين وصحفيين هالبلد ومع علماء بلدنا لتطوير بلدنا الرائع، ويلي رح يتخرجوا من هون رح يحطوا سوار ذهبي بإيدهم، بس أهم شيء رح يحملوا معاني الإنسانية والوطنية والديمقراطية لهي الدولة ويخلوها تعلى وتزدهر كتير. خيري ما في إلك مهرب، يلا سلم نفسك ليشوف. إذا سلمت نفسي رح تسجنوني. شو فكرك رح يخلوني عايش هنيك؟ هن جوا وانتو برا. نحن اللي قلنا لك خونا ولك خيري؟ نحن اللي قلنا لك بحالك؟ استنى ممدوح. ما بدي أعيش هون، بدي أهرب لبرا. فكر ما في شرطة برا؟ في الانتربول بمسكوك وبرجعوك. إذا ما سويتوا يلي بقوله بدي فجر راسها لرنا هلأ. فجروها، لا هي ولا جوزك اللي تحبون. انتظر اهدى شوي. ألف مبروك على الكل. إيه إن شاء الله. سيادة الرئيس فيني أخذ لك صورة؟ لو سمحت أنا أخذ لك صورة كمان. خذوا الصورة وهو عم يقص الشريط. سيدي ممكن شوي؟ الحمد لله فتحوا مدرسة جديدة. صورة ثانية لو سمحت. حلال عليه. لو سمحت سيدي طلع لهون سيدي. رئيس البلدية ممكن صورة كمان؟ تفضل قص الشريط. رئيس البلدية يا رئيس. مين هاد؟ العمى شو بده هاد؟ ماما لك شو صار؟ شو عم بيصير؟ لك ولاد سيدي. لا ابني لك أبو الله سيدي. يا ربي ابني هربوا هربوا بسرعة سيدي سيدي لك هربوا بسرعة بسرعة هربوا هربوا الإسعاف بعدوا من هون لك وين الشرطة يا جماعة وين الشرطة بعدوا بعدوا وقف هناك وقف وقف شرطة شرطة وقف مكانك وقف لك أوص رئيس البلدية ليش سوى هيك
الجيران والطفل كمان، اطلبوا الاسعاف. سيدي ليش واقفين هيك؟ اطلبوا الاسعاف. سيدي لك لا تقربوا مني، لا تقربوا، والله العظيم بسويها، ما عندي شيء اخسره اساسا، انا منتهي، انا منتهي. خيري اهدى شوي، ممدوح رجع لورا. عم قلكن انا منتهي، اعطوني شوية مصاري وخلوني روح وما عاد تشوفوني هون. يلا وقف، عمل لك وقف. تاكسي تاكسي وقف وقف. اخي صار لك شيء؟ انت منيح؟ اهدى اهدى اهدى، انا شرطي. اخي انت منيح؟ لا لا انا منيح منيح. بدك باخذك على المشفى، بدك شيء؟ لوين راح حداك؟ هرب لهون. هرب من هون. هرب. أوه. يا الله اخي انت منيح؟ ما الحمد لله على السلامه، ما في شيء. ما شكرا، ما في مشكله، ما في سلام مشكلة. سلام، مع السلامه. يا الله طلع قدامي فجاه، الحمد لله مرت على خير. لك شيء حدا يساعدني، اطلبوا الاسعاف. اعزائي المشاهدين، قبل قليل هنا حدثت حادثة مخيفة. رئيس البلدية إبراهيم ياجيت الذي أتى لكي يفتتح المدرسة هو وولده الصغير أصبح ضحية لجريمة بشعة. مرتكب هذه الجريمة كان شابا له لحية. تبين لنا أننا أمام إرهاب ديني 100%. حين ارتكابه للجريمة قال الحمد لله تخلصنا من الكافر. سنعود بعد قليل مع الخبراء لتوضيح هذه العملية. هذه القضية مهمة جدا. الإرهاب الديني قبل قليل كان هنا تماما. الحقوني. لو سمحت مدام، لو سمحت خليكي قوية بترجاكي. ابني ابني، انا بعرف كتير منيح شو هو الشعور لما ينقتل ولد صغير قدام عيونك. كنت بعرف رح تروح لهنيك. مين اللي سواها؟ لحتى خبرك بهذا الشيء لازم اوثق فيك، اذا انت معنا ولا مانك معنا. بعرف انت مقهور بهاللحظة وبدك تمسك المجرمين، وبعرف انك قتلتهم جواتك. هلا اللي انت معنا شيء. وين رح نلتقي اليوم بنص الليل؟ تعال حديقة كاتكو لوحدك. اهدوا يا شباب اهدوا. ليك سيدي اخر مره رح اقولها، ارموا سلاحكم. خيري ما رح توصل لنتيجه هيك. اسمعوا انا قلت لكم ارموا سلاحكم، ولا رح ببعث رنا لعند محمود. ها ماشي خيري، شوف هاي سلاحي. والشباب كمان. يلا أسلحتكم. حلو حلو. حمدان لم هالأسلحة وجيبون. لهون، تعال حطهم هون.
يلا لورا لورا عديم الشرف. حلو، وهلا الكل يمد ايده على جيوبه. يلا طلعوا المصاري، بدي كل شي معكم. يلا ولك خيري، شو انت شربان شي؟ نحن موظفين، من وين المصاري؟ لا تلعبوا علي، والله بقوصه. الرواتب توزعت مبارح. يلا لشوف. اعملوا اللي عم يقولوا. قتلت العديم الشرف وقتلت ابنه كمان. الو، بعد ساعة بمرآب السيارات بكاتيكوي. تمام. أعزائي المشاهدين، الدماء في كل مكان هنا. فقبل نصف ساعة تقريبا قتل رئيس البلدية إبراهيم ياجيت وابنه ذو 6 سنوات. المشهد هنا مخيف. لا غلطت بآخر جملة هالمذيعة، انت يلي بتخوفي. بالعكس هالمشهد بيفرح القلب كتير. مرحبا، بهنيك. فيفي فيفي، انت بنتي الحلوة، انت طلعت الزلمة اكتر من فرهود ورشيد. من بعدك سيدي. حمدان جمع المصاري. يلا حلو كتير. والله لا تقتلني هدى، هدول الأقساط تبع نورة ومصروف البيت راح كله. خليها بالقلب سيدي. طالع كل شي معك بسرعة، طالع المصاري. يلا يلا. شو هاد بينزعل عليك؟ يلا روح لشوف روح. ما أكلنا حرام مثلك، شو بساوي؟ مصاري الحلال قلال. حمدان تعال لهون، هالحكي بينحكى لزلمة بيفهم. ايه بس يا سيدي انت عجبتني، اكبر مبلغ كان منك. والله يا سيدي انك واحد ملك، حلال عليك، خليتني اتنشط. وهالشحادين ما معهم غير هالقد، لك منيح ما عطوني فواتير لادفع لهم اياها. وهلا خيري وقفوا لك لا تهرب. هذا هو ماشي. شكوه. يلا نشوف. لا تهربوا لك. هوب يا اخ، انا شرطي. وعيب على رجال يعملوا هيك. انا شرطي بعده هيك. جربنا قبل هالمره، حتى نحن فتحنا قناه تلفزيونيه جديده لهداك الولد اللي قلت عنه خبير، وحتى نظمنا المظاهرات مثل ما هو بده. بس شو صار؟ مسكوه من خوانيقه وزتوه بالسجن، وغير هيك خسرنا ملايين الدولارات، وحتى صرنا نحكي من شان القضية تبعنا بكل وقت. بس لا ضل حدا يسمع صوتنا مثل قبل، ولا ضل في منتجين يزيعوا شغلاتنا بشغف. بس ليش؟ كله بسبب تخبيصات هداك الولد. وغير هيك ضيع القناة وراحت لواحد رجعي. خلاص بكفي، لا تنقروا مع بعض. الحمد لله مرقيت على خير. لنشوف هالحشرة خيري قديش رح يكون له عمر ليهرب. أنا بورجيك ممدوك. ما
معقول شرطي يكون بهالحقارة؟ بنتي مليكة كيفك؟ منيحة بابا، أنقذونا. ما عاد أعرف شو ساوي. أخي نجيب حل المشكلة، نحن مناح. تفضل وصلنا. يلا بفضل. يلا منشوف. الله معكم. تعالي مليكة، ما إلك شغل مع هيك ناس. بابا بلا ما تبلش. لحظة لحظة، ليش شو بهون الناس يلي هي معهم؟ بترجاك غيث. لحظة، شوف حالك. هدول الناس يلي أمهم وأبوهم طلعوا من ورا الغنم والبقر وإجوا لمدينتنا ليشحدوا المصاري منا، مع كل قلة احترامكم وبدون حيا ولا خجل، أنتوا يلي مو شايفين شي بالدنيا جايين تحطوا عيونكم على بنات العالم والناس؟ شو هالحكي هاد؟ ليش مين مفكر حالك يعني؟ أنت مكانك جنب الحاوية والمزابي لأنه ما في مكان رح يتحمل ريحتك المعفنة شو ما صار. بعرف منيح أنك معقد وسافل، وهلأ بس إلك تعال لأخذك على مطعم فورا ما تهز دنبك. اللي بقصده لازم أفكر بهالجريمة من كل الاتجاهات، خايف تطلع شي مشكلة بكرة بالجنازة، رح يحولوا هالشغلة لاعتصام ضد المتدينين وانت بتعرفهم. رح أكون هنيك وأعمل الاحتياطات اللازمة. ها، على فكرة أنا حكيت مع المدير العام ورح ندعمك بناس مؤهلين، وعم نفكر بترقيتك وتوسيع شغلك وزيادة صلاحياتك. أنا مالي رجل مقامات، أنا رجل مهمات. شو ما بتقرروا منقول أمركم ومنشوف شغلنا،